بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن فاطمة لما عادت إلى البيت دون أن تحضر الزيت غضبت ريمة أشد الغضب ورمتها بالشكوك والريب وسوء الأدب، وتدخلت كريمة بينها وبين ريمة ونامت حليمة وفاطمة وصعدت إلى السطح كريمة. ولما أصبح الصباح وضاء نوره ولاح نظرت البنتان حولهما فلم تجد أختهما، فداخلهما الخوف عليها وصعدت فاطمة إليها وجعلت تبحث عنها ولكنها لم تجدها، وثارت ريمة وأصبحت كالبعير الهائج أو كالبحر المائج، وجعلت تغمز البنات البريئات بقوارص الكلمات وتصوتهن بالسباب، حتى سمعن طرقا على الباب فاتجهت الأنظار إليه وتكاثر الجميع عليه. انت كنت فين ورجعتي؟ اسكتي اسكتي يا خالتي. انا اللي اسكت ولا انت؟ الغيبه غيبتها ودخل علينا بهيبتها. انت كنت فين يا كريم؟ مش هتصدقيني يا فاطمه. شوفي البت بتتكلم ازاي ولا كانها عملت حاجه يا اختي. حاجه زي ايه يا خالتي؟ تقول لنا طالعه فوق السطح عشان تغزلي وتغفلينا وتنزلي، كنت فين؟ سامعة يا أختي؟ إيه الكلام ده يا خالتي؟ طلع فوق السطح أغزل في ضوء القمر، ولا من شاف ولا من نظر. صحيح، لولا القمر. القمر يا حبيبتي. ولقيتي القمر يا أختي؟ لقيتيه؟ أنت عاوزة تقولي إيه؟ أنت بتعملي فيها كده ليه؟ ما أنتوا شايفين؟ اسألوها كانت فين؟ كنت عند بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا مش مصدقيني؟ لا صحيح، كنت فين يا كريم؟ بقولك كنت عند بسم الله الرحمن الرحيم. يا خساره، خلاص بعد الراجل ما مات فلت عيار البنات. انت ليه بتجوحيني يا خالتي وقيمه؟ ارجوكي تصدقيني. وايه ده اللي جايباه معاكي؟ ده تفاح من هناك، شوفي. وريني. ايه ده؟ تفاح. تفاحة نصها خوخ ونصها تفاح؟ تفاحة واحدة نصها من ده ونصها من ده. سبحانك يا قدري عظيم، احكي لنا كل حاجة بالتفصيل. من ساعة ما طلعتي ومعاكي غازلك. هقولك بس خالتي وي ما تمكني. وانا حصل حاجة مني؟ ما تقطعينيش يعني. يا اختي قولي اللي انت عايزة تقوليه. انت هتنشفي ريقي ليه؟ لما خدت المغزل والصوف وطلعت جيت على حوف الجدار وقعدت. يا سلام، قعدة جميلة ونسمع ليلة. وقعدت كريمة تحكي الحكاية من البداية، وريمة وفاطمة وحليمة واخداهم الحكاية. ولحد كده كفاية، أنا تعبت يا مولاي. عندك حق، لكن أنا كنت عايز أسمع حكاية كريمة من ساعة ما طلعت بغزلها. خليها لوقتها، والصباح رباح. والله يا بنتي أنا فعلا عايز أرتاح. مولاي اسمح لي. طبعا اتفضلي. يا مولاي اسمح لي، أنا ما زلت بقول إن البنت دي جنية من عالم الجام وملهاش أمان. لا
لما نسمع بقية الحكاية كل شيء حيبان. طب وان طلعت جنية يا مولاي السلطان؟ مش عايز استعجل يا وزير، المهم يبعد عنها الأمير. برضو الحكاية عايزة تفكير. تصبح على خير. وانت من أهل الخير يا مرجان. يا مرجان، أمر مولاي السلطان. ابعت للأمير وردان. أمر مولاي. الله، يعني إيه عايزة تفكير؟ مولاي السلطان، الأمير وردان. مولاي السلطان. تعال يا وردان. أمرك يا ولدي. اقعد يا ابني. يا ولي عهدي، انت فاهم معنى الكلام ده ايه؟ فاهم يا ولدي. العواطف اذا اتحكمت في الامير هيفضل طول عمره اسير، والملك والسلطان عايز حكمة يا وردان. يا ولدي، قبل ما اكون سلطان لازم اكون انسان، والقلب والمشاعر مكان. كلام جميل يا أمير، لكن لازم يكون عقلك كبير، توزن العقل والإحساس بالعدل والقسطاس. طبعا ده الأساس، لكن أنت يا ولدي بتحملني أكتر من سني، وأنت سيد من يعرف إن الشباب ليه مطالب ولازم يمر بتجارب، والتجربة بتثقل الإحساس وبتزيده خبرة مع كل الناس. خلاص، تصرف على هذا الأساس. يعني من بكرة مولاي السلطان تسمح لي أحضر الديوان؟ احضر يا وردان. والتجربة خير برهان. فهمك يا وردان وأنا موافق، لكن لو خدت وقت لقلبك ما تنساش عقلك. أمرك. صباح الخير يا بنتي، كيف ما أصبحتي؟ الحمد لله والشكر لله يا مولاي. أشكرك يا مولاي. تقصدي يعني على حضور وردان؟ طبعا. الله، إيه الحكاية يا مولاي؟ يا وزير، مش كل من حكم سلطان. لا يا مولاي، ده تأثير الجان. خلينا في موضوعنا، خلي الأميرة تسمعنا. قبل ما احكي يا مولاي، الوزير له عندي كلمة. أنا مش عايز منك كلام. يا سيدي الوزير، بلاش تعيد وتزيد، ده القلب وما يريد. على كل حال أنا عندي سؤال. اتفضل. بعد إذن مولاي، انت بسم الله الرحمن الرحيم، انسيه ولا جنيه مش كده؟ على العموم يا وزير، لو شفت عالم الجان يمكن تلاقيهم احسن من الانسان بزمان، وعموما احنا ولا هما كلنا من صنع الرحمن له في ذلك شان. ويا ما في ناس كتير الجان اخلص منهم يا وزير. احنا هنتكلم في الموضوع ده كتير. انا خلاص يا وزير. امر مولاي. احكي لنا يا بنتي، من ساعه كريمه ما خدت مغزل الصوف وطلعت على حرف الجدار وقعدت. من كريمه يا مولاي، هتعرف ازاي عالم الجان عايشين احسن من البني ادمين. وما تنساش يا مولاي ان في ملجان مسلمين موحدين. قعدت كريمة تغزل لما الوقت راح، وقبل ما يطلع الصباح قالت كريمة: القمر طالع علي زي ما يكون بيتبسم لي، يا غزل دلوز أحلى
وهي مصطومة وعال العال وحط البل ولا سند يا خبو الغزل وقع تحت وبعدين اعمل ايه انا دلوقت تخلتوي ما حتفضحني انزل اجيبه انا خايفة هعمل ايه هنزل اجيبه هنزل ربنا يستر بسم الله الرحمن الرحيم انا ما كنتش بتهيالي جد ضحكه بتودني في وداني حاجه في منتهى الغوابه ضحك جوه الخوابه لما راحت تشوف لي بختي يبقى صحيح صحيح الزمان حينصفني ويجي لي بختي من ورا الحيطان انت ما كلتش مسان فدا يا مولاي ملك الجان ملك الجان انا اصلي كنت جعان وكلت من الصنف ده ومن الصنف ده كمان طب بس دوق دي خلاص شبعت يا حبيبتي انت اللي ما كلتيش يا ملكه الجان ملكه الجان لما بشوفك بشبع يا مولاي يا سلام ما شفتش اخلاص في الدنيا زي اخلاصك لي طب خدي من ايدي وانت هتاكليني كمان علشان خاطري يا حبيبي لا خلاص شيلوا بقى الطعام وابقي هاتيلي طاسة المية قبل ما انام طب اتفضل انت عشان تنام
وانا هجيب لك الطاسه اوان. ما تتاخريش عليا. مسافه ثانيه. المية يا برجانة. اهي اهي يا مولاي. هنيا يا مولاي. هنك الله. تحب يا مولاي اقعد جنبك اسليك لحد النوم ما يداعب عينيك؟ يا سلام عليكي وعلى اللطف والظرف اللي فيكي. أنا يا مولاي ما انساش عطفك. أنا يا مولاي كنت جريتك وخدمتك، ولما ماتت مولاتي جعلتني زوجتك. وأنا اللي كنت متصور إنك مش هترتاحي مع أولادي. اللادي دول أسيادي والعين ما تعلاش على حاجة. يا سلام. تعرفي يا رجالة؟ أيوة يا مولانا. يا سلام دم حنام. نام يا حبيبي نام. نام يا حبيبي نام. مولاي نام. نم قام نومة بلا قومة. لولا الغول بهلول كنت قتلتك. هو اللي منعني عنك. مش عارفة أنا ليه بيمنعني عنك. يلا هاخد الأكل ده كله. واه يا كويمة. واه بهلول. بهلول افتح يا بهلول. افتح يا اجمل غول. افتح. فتح الباب ودخلت بالطعام والشراب ونظر إليها الغول بهلول وأقبل عليها يقول أين ال... مولاي.